اوكي، مرة أخرى انتم تهضروا على رجوع انحرافك. أنا قلت لكم ممكن نروحوا إلى، لأن الحراك اليوم لو كان يرجع أو يخدم أيادي أخرى مثل رشاد، مثل الناس اللي ما يقدروش يوليو للسياسة، لأن هناك قوانين في الجزائر اللي تحبسهم باش يوليو للسياسة. الحل الوحيد هو تكسير البلاد، لأن اليوم هاي كتبتها هنايا وجات في سؤال. أنت قلت الحراك عنده اتجاهات مختلفة، اوكي، وغير متلاقية. بيان سور هذوك الايديولوجيات كل واحد يجيك بالايديولوجيا وحده، لان اول مره شكون اللي حكمت دونك بوتفليقه هذا واش كان يدير؟ او يغذي لي بريزيدون تاع لي بارتي بوليتيك هذاك الاسلاميك، يغذي هذوك تاع لي بارتي بوليتيك مثلا لايك، يعطي لهذا يعطي لهذا. كي كانت البحبوحه دراهم ما يسكتوا الاناس، حنايا عن بالنا توافق هذا اللي كاين سياسي، انت تقول كونسنسوس اي تو، اي بورتون نشوفوهم واحد يصلي لهنا واحد يصلي لهنا، القبله تاعهم ما تتلاقاش. بصح حتى المون كي لارجون لي زانتيري بيرسونيل اي تو تلاقاو، بصح الالتقاء هذا تاعهم عطانا واحد لا ستابيليتي بوليتيك. لي جون كاع عطينا لهم دي كومباني تاع لونسيج، بورتو ما يعرفوا والو الى يومنا هذا، ما رجعوش دراهم. كريز جديده دونك، هناك شراء الغضب الاجتماعي، هناك شراء الغضب السياسي. دونك لا ستابيليتي بوليتيك ما مسي كاينه، بصح الهيجان مازال. الهيجان هذا كي خرج مثلا للحراك سي لو مومون، لان هناك او يجمع خرج طاف اكسبلوزا. دونك انت يا مثلا امبوسيبل اليوم، سوتو اليوم بعد سنتين من الحراك تخاصموا في فرنسا خمسة تاع الوجوه تاع الحراك في فرنسا، هذا يضرب مع هذا، هذا يضرب مع هذا. قلت لكم لو كان دخلتوا للمرحلة الانتقالية اليوم تطرطق البلاد. لماذا؟ لأن راكم برا الحراك، ولا راكم برا بالحراك هذا وما تفهمتوش. إيماجين لو كان كنتو في مركز التسيير والسلطة، خرجت اليوم رؤوس كل واحد يجبد له على هذا. الإيديولوجيات كي تدخل في برنامج سياسي موحد امبوسيبل البرنامج هذاك يمشي. لماذا مشى في وقت بوتفليقه؟ لان بوتفليقه عرف كيفاه يسير الامور. هاد اعطي له مينيستر، هاد اعطي له امباسادور، هاد اعطي له لا كومباني تاعو، لي جون سكتهم، امبلوا جون سكتو. دونك الاستقرار هذا اللي موجود ما نقدروش نديروه اليوم. العصابات هذا كاع اللي خلقوا لان هناك الريع بوتفليقة باش يشري كل يوم كل واحد. وبالطريقة تاع بوتفليقة شرا القطب الأمريكي، شرا القطب الروسي، وشرا شرا الخليج، كل واحد أو يجب ياكل، والصين تاني. دونك لي بروجي اللي راهم يروحوا لي بيي هادو أما يروحوا بلا سيليكسيون، كل واحد دا لابار تاعو. بصح 2020 كلش طرطق. اوكي، هضرنا على الاتجاهات المختلفة. اوكي، مازال نعاودو باش تكون هذا البروفيسور مليكشي، باش تكون دولة حق، باش تكون دولة قانون. ورانا نهضروا على لا ليبرتي انديفيديوال ولا كوليكتيف. انا في تصوري الى الاناس هذا ما بغاوش يدخلوا ليزيليكسيون، الى ما نشوفوش باللي هناك منفعه عامه. اوكي، لان هو عنده تصور انترناسيونال ايتو، بصح المشكله في البلاد. ايماجين تلقى اسلام واحد وعندك سبعه تاع الاقطاب فيه، تلقى اللايكيين ما تفهموش، لي سيباراتيست ما تفهموش،
الوطنيين تكتلوا هكذا بالموالاه تيتو، بصح اليوم هناك مشكله، عندهم دي دوسيتو تاع سرقيتو، ميم سي كانوا متجهين في الوطنيه، ولكن تلمو كل واحد شد دوسي على واحد اخر، اليوم ما تفهموش. دونك تغاد هذيك بيرسونيل تغاد على لا كوليكتيفيتي. اليوم انت يا راك عايش في امريكا تشوف باللي الناس يشوفوا مصلحه الجميع، بصح في بلادنا مازال ما يشوفوا مصلحه من المصلحه الشخصيه. كريم طابو دخل معاهم كي راهم يهضروا، بصح شاف بنفليس، شاف مثلا سميتو بن بيتور، شاف اوناس امبوسيبل دير معاهم لا كومبيتيسيون. هذوك عندهم جذور في السيستم. اوكي، دونك تغط مثلا الشخصيه تاعهم على الجماعه. تلقى الاسلامويين اجتمعوا كلش، ومن بعد راحوا مع زبي تاع السول، من بعد داروا هذيك الائتلاف تاع لاباد، كي شافوا باللي كل واحد وخايف يروح له، كيما نقولوا الايديولوجي تاعو باش ما تنضحنش داخل هذاك الباد هذاك، خافوا. دونك لو كان هذوك الناس شافوا المصلحه الجماعيه، لو كان شافوا المصلحه الجماعيه اليوم يخرجوا مثلا نافي كالكا، مام الدوله وزا حانون قالتها باللي بوتفليقه كان يحوس يعطي السلطه الى زبيده عسون لامراه ولا لواحد قبائلي. بوتفليقه قالك باش نكالمي الحاله لازم السلطه تروح الى وحده مراه ولا لواحد قبائلي. هذا وزا حانون اللي قال بوتفليقه كان يخمم هكذا. بصح اناس داخل الباد ما اختاروا ني زبيده عسون، ما اختاروا قبائلي، ما اختاروا اي واحد. لماذا؟ لان كل واحد يقول لك باللي انا هو الرئيس. ومن بعد كريم طابو خرج، بن بيتور هرب، هذا الانسان هرب، بن فليس باين واش دار. دونك مازال مثلا السي هو اللي العدي راك تعاود يتنحاو كاع يتنحاو كاع، بس هذه النظريه تاع يتنحاو كاع يتنحاو كاع، انت كعالم كبروفيسور لازم تخمم باللي سور لو بلون باش دير لا براتيك، هذا باش تبراتيكي هذه الحاجه، هذا لا تيوري ممكن يتنحاو قاعتو، بصح تروح لا براتيك لان لو سيستم هذا اللي راك تهضر عليه ما راهوش عبد ولا 10 ولا 5. اوكي، لانه هو ايضا تفكير لي جينيراسيون 30 سنه وهو يدير ترافيك في جامعه ولا هذا ولا هذا. اسكو انت تعرفوا مثلا او يسرق داخل ريستورون تاع الجامعه 20 سنه وهو يسرق، هذاك الانسان لازم يروح. بصح نتايا ما عندوش، هذاك الانسان ما عندوش اي ديسيزيون لا اداريه لا في الانتخابات المزوره. تقول نتايا عندك زوج اقطاب، عندي القطب هذا تاع الاداري، الاداريين شوف شحال من الاداريين اللي كاين في البلاد وعندهم السيستم تاع لا بيروقراسي، هو دخل بالمعرفه يجيب واحد بالمعرفه هكذاك توصل. دونك انت تقول الاداريين يقعدوا بصح المنتخبين المزورين يتنحاو كاع. دونك اسكو تقدر انت دير لا ديفيرونس ولا بين هذاك المزور المنتخب عالي اللي شرى المقعد تاعو وبين هذاك اللي حطو مثلا الوالي شاف دايره ولا اي واحد يكون مثلا سكرتير جينيرال يسرق، يكون واحد مثلا ريسبونسابل تاع رشطو تاع المسيد يسرق. هذا هو المشكله، ماشي فقط الاداريين ولا هذوك الناس اللي وضعهم البريزيدون ولا المنتخبين بطريقه غير شرعيه. هناك اناس كسروا النظام الجزائري، كسروا المنظومة التربوية، كسروا المنظومة الصحية. كي تلقى واحد مثلا ستان تكنيسيان يخدم سكانير، تروح للسبيطار هذاك تاع بيبليك ما كاش سكانير فيه، وهذاك الانسان العشية يروح يخدم دون زين كلينيك بريفي، علاه؟
باش يبعث اناس يجي واحد يقول له ما عنديش انا بغيت نخدم سكانر، السكانر تاع الدوله مكسر، هو مثلا يكسره ولا ما باش يخدم، يعطي له ورقه باللي كان سكانر في لا كلينيك بريفي، يروح لا كلينيك بريفي يديرو ب 500000 600000 مليون. دونك هذا الانسان هذا ما لازمش يقعد في المنصب تاعو، بصح ما راه منتخب وما راه اداري. هذا هو الناس اللي ما فهمتش مثلا راهي تجري في الطريق يتنحاو كاع، وانتوما كنخبه كتروا بروفيسور كي تقولوا نفس الشيء يتنحاو كاع، هو ستان لونغاج تاع الشارع، بصح انتوما على بالكم باللي سي امبوسيبل يتنحاو كاع. وهذاك الانسان المسكين اللي راه يخمم بتفكير صغير يقول لك باللي ان دكتور ديتا تاع النازا قال لي يتنحاو كاع، ان دكتور تاع لا سوسيولوجي قال لي يتنحاو كاع، صافي نقولها انايا امبوسيبل، لان لونغروناج هذا اللي دخلنا فيه لا بيروقراسي مشات بارتو، لا كوربسيون مشات بارتو، ما على بالك شكون هو يدير لا كوربسيون، شكون هو يسرق، شكون، بصح نتايا باش تبدا ما قدرش انايا نقول لي تلحاو كاع، تكون ان سيرتان كيما نقولوا امنيستي، بصح الخوف لازم تزرع الخوف في الناس، لازم تقول لهم الحقيقه بالدين ولا بالقوه، لان هناك اناس يقول لك انا ما نستعرفش بالدين، تسرق نحيو لك يدك، بصح تمشي بواحد بالقوه تمشي واحد بالدين، كيف انت تصلي منا وتسرقني منا؟ اوكي، لازم الدراسه تروح انت تعاود لو سيستيم ايدوكاتيف تاعك، تلقى اناس دي سانديكا، تلقى ان بروفيسور تاع لي مات ما يقريش مليح في المسيد، بصح يدير لي كور دو سوار ب 20000 الساعة يقري ولاد. شفتوا دوين راه المشكلة ما راهيش فقط في المنتخبين، اوكي، تشوفوا تقولوا اسكو الحراك، هذا سؤال من هذاك المونيتور هذاك، هل الحراك تهديد للدولة؟ اليوم انتوما كإليت قريتوا وراكم تهضروا على بالكم المشكل الفرق بين الدولة والسلطة والحكومة ايتو، بس هذوك الناس اللي بغاو يمشيو على الموجة تاع الحراك بغاو اسقاط الدولة، او عندهم مشروع عالمي، زيتوت ما بغاش يولي رئيس دولة، زيتوت ما بغاش يولي وزير، زيتوت ان بيون تاع المنظومة تاعهم. دونك خلقوا لك هذه تاع الخلافة، ومن بعد كل واحدة ويجري شكون يدي الخلافة، او عندك القطب المصري او عندك القطب التركي او عندك القطب السعودي تخلطت بيناتهم. دونك زيتوت هذا ما يسواش، مي كوسيلة مع اصحابو واش راهم يديروا، بغاو يطغيو دائما الحراك 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 الحراك. دونك هذا الحراك هذا المطغى، لانه ما عندهم لا بلاتفورم ميدياتيك، الناس تاع كندا، الناس تاع فرنسا، هذوك تقفيليت فافينوفا كاع لي سيت هادو، كل واحد عنده مشروع. كي تطيح الدولة الجزائرية ممكن تطلع الدولة القبائلية، هكذا اللي راهم يخمو هذوك. اي بورتو ممكن تكون ازدهار منطقة القبائل بدون تكسر الدولة الأخرى ولا الدولة اللي راهي فيها. هذا هو المشكل اليوم، الحراك هذا المخربط ايتو هو تهديد للدولة. للأسف الشديد الألماس أستاذ في الاقتصاد راك تهضر على المخدرات لي جينيرو ايتو، هذا سي ستان لونغاج با، لان هذا تبوني تو ايتو. دونك المشكل راه في العداله، يلقاوه ولا ما يلقاوش، ولا اسكو كاين، اسكو بالك هذا تاع المخدرات ستان كومبلون جا من ليترونجي، اسكو على بالك بها؟ دونك
لازم حنايا نكونوا اذكياء. انت ستان دكتور دي طا ستان بروفيسور اي تو، ما لازمش تستعمل اللونجاج هذاك تاع القهوه، لان ممكن قلت لك يضر بمصلحه الدوله، ممكن، لان انت يشوفوك الاناس اللونجاج تاعك ريسبكتابل، يشوفوا باللي الانفورماسيون اللي تخرج من عندك الي فالابل، دونك اتونسيون، يشوفوك الناس يقول لك سي فري لي جينيرو ناس قبل بالمخدر، كاين دي جينيرو يبيعوا المخدرات، بصح ما لازمش نعموها، ما لازمش. ايه انت كخبير اقتصادي، بصح ما عطيتش كيفاه نحلوا الاقتصاد، هضرت عليها في اول لا فيديو، بصح كي تقول مثلا اون جينيرال تنوع الاقتصاد، شوف انت يا وعندك لالجيريا وعندك دي زالجيريا او عندك دي بارتي بوليتيك او عندك دي زاسوسياسيون، اسكو تقدر دير حوصله باش دير انت اللي دير الاحصاء وحدك؟ ايه هذا هو المشكله. اليوم كاين اشياء راهي توقع، مثلا واحد عنده حليب، الحليب يكوليكتي الحليب، يجمع الحليب، بعد الدوله تعاون، ومن بعد تلقاه مثلا باع ولا ما باعش الحليب هذاك، الدوله راه تخلص فيه. دونك المشكله اللي واش وقع، هو يجيب الحليب هذاك يرميه ولا ما يديرش من بال الحليب في لا كوليكت، ومن بعد يدير مثلا الحليب هذاك يخلط له البرودوي، ومن بعد دي فوا ما يبيعوش، لان هو خالص يروح يديكلاري، يجيبوا دراهم من الدوله. السيستم هذا تاع لي سوبفونسيون هو اللي قتل الاقتصاد الجزائري، ومن بعد واش دار؟ ومن بعد يحرم الشعب الجزائري ما يوصلوش الحليب، هو يشريه اون فراك، ومن بعد يزيد يعاود يخلط له الماء مع لابودر، يخرج جروند كونتيتي، ومن بعد باش يبيعو، لان كي تروح تبيعيتو سا دوموند دي توي دي فوا يرميه، لان كاين اليوم كاين دي بيفي تاع لا جوستيس، الناس ترمي الحليب، علاه؟ لانه خالص عليه هو، ما لا سيبونسيون تاع ليطا، الدولة ما راهي خايفة بلي الشعب تاعها ينوض ما كاينش الحليب بيتو، بصح الطريقة تاعها اللي راهي دير باش تسير الموضوع هذا ماشي مليح. دونك لو كان مادا بينا كاقتصادي مختص، انت اللي تفهم للناس باش يحبسوا هذيك تاع لا سوبفونسيون، انت تهضر في الموضوع تاعك، ما على باليش تكون حاكم البلاد، ما على باليش بالسيستم، ما على باليش بلي جينيرو، ما على باليش بلا دروك، تقولهم انا مختص، قال كيفاه نخرجوا من الازمه الى داو هذا الاقتراحات، اللهم بارك، الى ما داهمش دونك انت هضرت كمختص. دونك هضرت على الفلاحه، قلت حنا ما عندناش المياه، اي بورتون او كاين دي كما نقولوا اطنان من المعلومات باللي الجزائر عندنا مياه كثيره. دونك كي تقول انت ما كاش المياه باش نحلوا الفلاحه، وبعد نشوفوا اسكو نديروا لي بيستيسيد ولا نديروا البيو، هذيك حاجه واحده اخرى، بصح لازم نتايا تعلم للشعب الجزائري واش عندنا، تفتح ابواب او موان لوبتيميزم. هذاك الفلاح مثلا اللي انت قلت له ما كاش المياه، ومن بعد يقول لك انا علاه انا انفيستي انايا في الدومين هذا، شونت ما عندكش ديريكتومون قتلت البروجي هذاك تاعو، هذا مشكله هذه. ومن بعد لازم تفتح امان باللي كاين الفلاحه الصناعيه، دير طوماطيش مثلا بعد كونسيرفي، من بعد تعاودها مثلا دير حاجه واحده اخرى بها، دير كيتشوب مثلا ولا البطاطا ولا، لازم تفتح افاق باش الانسان هذاك اللي يخدم يقول لك انا كل نوصف البرودوي هذا كان كيفاه نسيرو، ومثلا البرودوي ميم سي ما يتباعش كبطاطا، يجي واحد يترانسفورميه يدير حاجه واحده اخرى به. راك تهضر على لي فواتور هايبريد اي تو، بصح اسكو مثلا قدمت للدوله ان بروجي، تقول لهم مثلا انا عندي اتصال مع
واحد عنده دي فواتير هايبريد في فرنسا مثلا ولا في المانيا، اي نديرو دي لي باتري هذوك هنايا. هاي كيفاه واحد يقول لك انا مختص ان اكسبير في الايكونومي، كي يعطيك حل، حل ماشي فقط تهضر اون جينيرال، لان اي واحد يقول لك انا غدوه نديركم البابورات في الجيري، كل واحد يكون عنده عملته. اوكي، انت قلت مثلا في الفيديو هذيك لازم تطوير الصادرات، اي واحد يقولها هذه لا ديفيرسيفيكاسيون تاع اكسبورتاسيون، اي واحد يقولها، بصح كيف وشنو يعطيني واش انت دير باش، لان الدوله الجزائريه انا قلت لها راهي خايفه تنحي شويه تاع الدراهم باش تحطهم في حاجه باش يجيب لها دراهم رابيدمون، خايفه. دونك انت ياك لان ان اكسبير كونطابل ولا ان اكسبير ايكونوميك ما لازمش يكون انا هو الخوف كي يدير الريسك، هو كي يدير لك ليتود يقول لك لي الريسك، يقول لك واش تربح فيه هيتو. بصح ان فري اكسبير لازم يبوسيك، باسكو انت مثلا دير استشارات، لو كان مثلا لو كان اي واحد دير له استشاره تقول له كي دير الفلاحه امبوسيبل تريوسي، كي دير الشيء امبوسيبل، لانه اي وشنو ديري مانا. ومن بعد هي لا كونكليزيون الخاتمه تقولوا لا لا لازم دير سياحه الفلاحه، يقول لك ديجا قلت لي بلي ما تقدرش دير هادو لان تخوف هذاك الانفستيسور. انا قلت لكم خوف الاستثمار هذا باش الجزائر ما تدخلش في استثمار معين، دونك بهذه الطريقه هذاك راك تخوف الناس. اي واحد ممسي ما يعرفش الاقتصاد يقول لك لا ديفيرسيفيكاسيون دي برودوي ديكسبورتاسيون، دونك انت عندك اليوم عندك لو كاز، عندك سميتو لي سيدرو كاربون، مي كي تقول الواحد يقول لك اي اعطيني الحل واش نديرو اليوم واش نديرو رابيدمون. بصح نتايا كاقتصادي مثلا نقولوا احنا عندنا رمل، رمل كاع الصحرايتو اوليو نديرو لا كونستركسيون مثلا بالبيطون 100% لابريك البيطون ايتو، نترانسفورميو مثلا نديرو حيطان هذاك تاع الزجاج، لان واش عندنا؟ عندنا رمل بزاف، الرمل اللي قلص من لي برودوي تاع لا كونستركسيون، لو سيمون لو بيطون ايتو لا فيراي ايتو، صافي تقلص لا كونستركسيون هذا، اوليو دير بزاف لي باتيمون تبني، لان عندنا ارض شاسعه، هاي كيفاه تقلل مثلا من لامبورطاسيون دي برودوي دو كونستركسيون، وتزيد واش دير؟ دير مثلا مناصب شغل، ومن بعد واش دير؟ تبني، دير هذوك الحيطان تاع الزجاج، اوكي، ومن بعد دير مثلا لا بريفابريكي ثاني هذيك لا ماتيير تخلطها مع الرمل تاع الصحراء مثلا، عندنا بزاف الحمد لله. دونك نتايا او نحيت مشكله تاع مناصب الشغل، نحيت مشكله تاع البنيان، ونحيد مشكله تاع لا دوفيز ما تجيبش بها بزاف لي ماتيريو. هاي الثلاثه تاع الحوايج في حاجه واحده، الرمل عندك، ومن بعد عندنا مثلا السولير، هاي لان لا ترانسفورماسيون تاع الصابل باش يولي زجاج سا دوموند لينيرجي، او عندك لينيرجي سولير، انت دير لينيرجي سولير تبيعها الى بلدان اوروبيه وتبيعها الى البلدان المجاوره، او عندك هذوك الناس اللي ساكنين ثم يخدموا ثم دي تكنيسيان تو، او ميم طون توفر الكهرباء لهذوك الناس، لان كاين سخانيتو الكليماتيزور يقعد 20 سوايع هو يخدم. دونك اي كيفاه مثلا كاين وكاين وكاين دي بروجي، انت كعالم اقتصادي اي لك واش تهضر، ما تخوش مثلا في الناس تقول جابوا خبراء من سويسرا، لان انتوما ما درتو والو، لازم انتوما الكفاءات هي الصدم، عيطوا لك مثلا من لوان تي في انت اللي تشرط واش تهضر، عيطوا لك هضر على واش هضروا لك، من بعد غدوه مثلا يزيدوا يعيطوا لك، بصح انتوما عندكم هذه باش تهضر على الجيش والنظام، ما تهضرش انت على الدومين تاعك. ايه هضرنا على الثقه، انتوما مثلا اليوم كاين واحد الحاجه الناس اللي ما تعرفش، انتوما راكم تزرعوا الخوف في الجزائري
والخارجي. كي تقول له انت يا مثلا هذا بلد فاشل غير مستقر، ما كاش الماء ما كاش طرق ما كاش، شكون اللي راك تخوف هنا؟ هذه مهمه، ما درتش لا مينوت اللي هضرت عليها هذه. تقول انت راك تخوف المستثمر الخارجي، انت اللي راك تخوفه. اي واحد كي تقول له انت تقول له باللي النظام الجزائري هو العسكر، امبوسيبل يخليك تنفيستي، وما كاش الماء وما كاش هذه وما كاش هذه وهذا هذا، ومن بعد واش يدير هذاك المستثمر؟ يروح الى بلد واحد اخر يستثمر ثم. لان ان اكسبير تاع الاقتصاد خوف هذاك الانسان اللي يبغى يجي للبلاد. ان اكسبير تاع لا نازا قال لك باللي ما كان والو، كلش ما كاش مصداقيه. ان اكسبير تاع لا سوسيتي ثاني هضر قال واش قال في ثلاثه، راكم تخوفوا لانفستيسور، راكم تعطيو لا شونس للناس تقولهم باللي هذا بلد غير مستقر، كاع المؤسسات اللي تما مزوره، دونك هذا مشكله، هذه مشكله المصداقيه. اي على بالنا بالمؤسسات المغلقه ايتو، كي تكون مؤسسه ما تبرودويش، اي علاه راني نصرف دائما في العمال؟ ذكاء، خدم جيب لي ان برودوي مثلا، اليوم راك دير دي كليماتيزور ما يمشي، واش دير حاجه واحده اخرى. دائما راكم تعاودوا النظام راس ميرا، كتبتها 21 خطره اكثر. اوكي، سالوك قال لك هل يلا السيد الالماس هل تقدر تجلس مع النظام الحالي باش تلقاو خريطه طارق؟ واش قلت لهم هنايا؟ قلت لهم انا نجلس مع النظام باش فقط يدير بور اون فوي دو روت باش يغادر. هذا انا اللي نخمم، انا نقول له كيفاه واحد يروح يعيط لك ولا تعيط له يجلسوا يقعدوا باش وعلاه تهضروا مثلا لا في دو روت خريطه الطريق باش يروح، ومن بعد تقول على مثلا في الدبلوماسيه مثلا الجزائريه غير موجوده في العالم، القطر والامارات هذا حاجه واحده اخرى، لان كاين واحد الدبلوماسيه اليوم هي دبلوماسيه الانبطاح، خلص وانباطح، تخلص وتنباطح. السعوديه خلصت 700 مليار دولار وزادت انباطحت، شرت طيارات ايتو، الطيارات اللي ما تقدرش من بعد تسيرهم. كي يقول لك واحد اقوى جيش مثلا عربي، طيارات هذيك سي دي بيلوت امريكا ما تقدرش تسيرهم. شرات مثلا دي ميسيل تاع لا ديفونس، راهم في الاراضي القطريه ما يقدروش يسيروهم، لان ستون باز امريكان شراوهم. شوف يعني واش من لا دبلوماسي هذه؟ انا نروح نشري ان برودوي يقعد في بلادي مثلا، بصح وحطيته في قاعده امريكيه تحت السيطره تاع الامريكان، ما نقدرش انا نسيرو. لا تكنولوجي هذيك تاع لي ميسيل ولا تاع الاف 32 ولا 35 اي 2 ما يعرفوهاش العرب، بصح لي زانجينيور تاعنا نروحو نجيبو سوخوي، نروحو نبعث لهم دي زانجينيور يتعلمو يقراو ايتو، يجيو هما اللي يسيرو هذوك الطائرات. شفت لا ديفيرونس؟ لان تقول لي مثلا هذه جي با لا دبلوماسي، سي لا دبلوماسي تاعي، نشري طيارات يجيبوني دي بيلوت هما اللي بالامر من لي بيلوت هذوك تاع الامريكان باش يطلعوا لي اف 35. علاه؟ لان هناك شيء ثم مثلا يخافوا ممسي قطر مثلا عندها لي ميسيل هذيك، يخافوا يضربوا اسرائيل بهم، يخافوا يروحوا بالطائرات اف 35 هذوك لاسرائيل. الامارات داروا تطبيع معاهم، ما قدروش يشريوا الطائرات هذوك تاع لا ديرنيير جينيراسيون. علاه؟ لان لا ديرنيير جينيراسيون اللي موجوده اليوم راهي في اسرائيل، شرتها اسرائيل، دونك ما يقدروش يكونوا في نفس الليفل، نفس المستوى. دونك دائما الطائرات اللي راهم يسوقوهم لي بيلوت السعوديه تكون اقل لا تكنولوجي هذيك، من لا تكنولوجي اللي راهي مستعمله من طرف الصهيون. دونك اليوم الامارات بغات تشري نفس الطائرات، قالهم لا لا
الطائرات السعودية اللي شرات نفس المستوى نفس لا تكنولوجي مع لا سانكيام جينيراسيون مع السعودية مع إسرائيل، ما يقدروش يمشوها في بلادهم. تقول لي انت كاين دبلوماسي دراهم والانبطاح. تقول مثلا اثيوبيا عندهم شيفر دافير، عندهم اون كارواسون ا دو شيفر، حقيقة عندهم اثيوبيا بدات تمشي لا تكنولوجي تو لي بيلدينغ لي باراج تو لسوء الحال. 50% تاع الاثيوبي ماشي لا تملكها اثيوبيا. كاين اون كارواسون الناس تخدم لي زوزين تو مليح بصح لي مترو لي زوتوروت لي باراج حتى حاجه ما تملكها الاثيوبيا. سي ان انفستيسمون اترونجي 100%. اثيوبيا ما عندهاش اي تشير في بلدها، سياده ما كاش سياده البلد. لازم تهضر لان انت كاقتصادي تشوف بلي لا كارواسون سا دو شيفر تري بيان، مي اسكو كاع هذوك الممتلكات لي باراج لي زوتورود كاع هذوك اسكو ممتلكات اثيوبيا ولا لا؟ لا، ولا تروح للصحراء ولا تروح لاوغندا ولا المغرب المترو والساتيليت، هذيك ممتلكات اجنبيه. دونك انت كي تقارن واحد عنده ساتيليت واحد ما عندوش، بصح الساتيليت هذا تاع ليترونجي، واحد عنده مترو واحد ما عندوش، بصح المترو هذاك تاع ليترونجي. هو يفتخر انه عنده البرودوي هذا في بلاده بصح ماشي تاعو. دونك لازم نخمو باللي ميم سي بلد او عنده لانفستيسمون وطريقته بصح ما يملك حتى حاجه. بصح الجزائر راهي تمشي افيك اون كارواسون سلونت بصح تملك كلش، لي زوتوريتي كاع تاعها البراج تاعو. هاديك لا ديفيرونس اللي تفهم الناس لازم تفهم. تلقى مثلا دبي اليوم راهي لي باتيمون ايتو بصح كاع لي باتيمون خاويين، وراهي مشكله تاع لا لوكاسيون كيفاه تسترجع دراهم. كاع لي سوسيتي هادوك داروا افلاس، عندهم لي باتيمون شباب نظافه ايتو بصح كاع فرشه. ماذا بينا يكونوا لي باتيمون في البلاد عندنا افيك اون اوتر تكنيك، ماشي مثلا نبيع لواحد نبني باتيمون بهاد الشركة هاديك راحت وما نقدر ندير بها والو. هاديك لا ديفيرونس. اوكي، تقول لازم المؤسسة العسكرية تعود إلى المهام التقليدية. اسكو ما راهيش دير المهام التقليدية تاعها؟ الجيش اليوم ولا في 62 إلى يومنا هذا راه في نفس الورطة. الجيش او يدير المهام تاعو منذ تاسيسه وهي حمايه البلد. الجزائر لم تستقل 100%. الجزائر دائما راهي في خوف، الجزائر دائما راها اعداء. خرجنا من الاستقلال وعندنا لا ليست تاع الاعداء يستناو فينا. واليوم بلي ساتيليت وبلا تليفوني والناس عندهم يستحقوا بزاف لي بياس الكترونيك، والساتيليت يستحق لي بياس الكترونيك، تليفون، كمبيوتر، طوموبيلات على لا باتري، لي ستاسيون تاع النيوكليير. حنا عندنا كاع لي الطاقة اللي لازم تسير هذا لا تكنولوجي. دونك اليوم عندك اعداء 100%، ماشي فقط، فهمت؟ اي دونك نتايا راك تهدر على جسور الثقة بين المجتمع والحكومة تاعو. لسوء الحظ انا كي نسمع، انا كنت جون وانا نسمع الجيطوطيتو وجماعته يزرعوا الياس، من بعد نسمع الى قناه تركيا يزرعوا الياس، نسمع لهذا مغربيه يزرعوا الياس، فرانس 24 يزرعوا الياس. انتوما مثلا خيرتوا انا هذا المقهى السياسي راكم تزرعوا الياس. كيفاه تكون، كيفاه يسترجع الشعب الجزائري الثقه مع الحكومه تاعو الى كل انا نشعل التلفزيون نبدل هكذا لي شان كل واحد يهضرني باللي هذاك الثقه ما كاش معاه، هذاك مزيف، هذاك مزور، هذاك ما كاش ليجيتيم. سي سا لو بروبليم. منا راكم تهضروا على لا ليجيتيميتي، منا راكم تهضروا على لا سيكوريتي تاع البلاد، منا راكم تزرعوا الياس. ما كاش جوش ثقه.
لازم انتوما اللي لازم ترجعوا جسر الثقه هذا بيناتكم. انت كيف يكون جسر ثقه؟ انت الانسان الاخر ما بغيتش يكون معاك، قلت له تنحاو كاع، ما كاش جسر ثقه معاك، انا ما نسحقكش، ما كاش انتخابات مع العصابات، ما نبارتيسيبيش، بويكوت. علي دونك زرع ومن بعد تعود هذه المؤسسه العسكريه، المؤسسه العسكريه اوكي. مسيو هوايل عاد يقول بلي دي فوا تخاف من الديمقراطيه، لان الديمقراطيه جابت ترامب. اخويا الديمقراطيه جابت ترامب، فوطوا عليه معليش، لان هناك شعب مثقف، كي جابوا ترامب جابوا شعب مثقف هكذا. دونك كاين متضرر بعض المناطق الامريكيه، جابوا ترامب اخويا. بصح نتايا الديمقراطيه هذه باش تديها من بلد معين الى بلد اخر، وحنا الشعب تاعنا او يمشي بالبطن تاعو. دونك لازم نربي الشعب، لازم نرجع الشعب الى المدرسه، لازم انايا ما نشبعلوش انايا الحروب هذه تاع الخلافه كي يكون في دوزيام اني في تروازيام اني بريمير. لازم نربي انسان عالم عاقل، ومن بعد واش يدير هو؟ يكون عنده لا ديسيزيون. انا خلقت روبو نزيد نعاود نرجليه يخرج للحراك، ما على بالوش واش يدير، علاه خرج للحراك. واليوم نقولوا بلي لازم نعطيه الديمقراطيه لهذا الانسان هذا، لازم نعطيه الديمقراطيه كي يكون على بالو واش يدير بها، كي يكون على بالو بدل الديمقراطيه الانسان الاخر تقنع به. انت الانسان الاخر ما بغيتش تهضر معاه، سي تان الجيريان وتقول له روحو كاع، بصح انت الديمقراطيه بغيت تحطها باش ياكسبتيك. انا اولا اللي لازم نقبل هذاك الانسان. لماذا هناك انشقاق بين الجيش والفيس؟ لان الفيس ما استعرفش بالمؤسسه هذه، لان الفيس قال لك انا الديمقراطيه نستعملها ك وسيلة للصعود إلى الحكم. على هذا الجهة الأخرى قالت كيف هذا الإنسان يحكم يقتلني يشنقني، ما نخليلوش أنا يروح يحكم. لهذا اليوم الديمقراطية لازم تعطيها إلى أناس يعرفوا يسوقوا الديمقراطية، يعرفوا يديروا أشياء بها. واحد مثلا تقولوا الديمقراطية بغيتوا تحطوا أناس دي ريبريزونتون تاع الحراك بدون ديمقراطية، ها؟ إيه لازم نديرو، لازم واش ما بغيتش لروحك، لازم تطبق هذا على الأناس الآخرين. الآخرين تقولوا لهم روحوا كاع بدون أي سبب، أي روح كاع، لأن فشلت مثلا ما درتش أي حاجة، أي روحوا كاع. ومن بعد اليوم نحط أناس يجيروا المرحلة الانتقالية، أناس هكذا فقط ديسيداوهم في ليترونجي، لأن الحراك ما على بالوش واش يدير. تقول مثلا سي هواري عدي الجيش المحترف، الجيش المحترف راك تقارن باللي كيما مثلا في فرنسا في أمريكا، الجيش المحترف هو تحت، الجيش المحترف هو تحت سيطرة المدني. المدني هذا في أمريكا ولا في فرنسا ولا في أي بلد هي فقط واجهة، يحطك وزير مدني بصح واش راه يدير الجيش تاعو، ما يستعرف بالديمقراطية، ما يستعرف بحقوق الإنسان. تقول الجيش المحترف، أنا قلت لك اليوم عندنا دي جينيرو محترفين إتو، ولكن ما يقدروش يخليو لا ديسيزيون لأناس فاشلين. كيفاه يشوفوهم فاشلين؟ يشوفوهم باللي راحوا مع جمعيات عالميه اللي مثلا كسروا بلدان معينه، بغاو يديروا نفس المنهج في بلادنا. امبوسيبل، ما يخليليكش تقولوا انايا
كي نوصل للحكم نبدأ مثلا المدني هذا اللي شد الحكم عنده عقلية تاع الخلافة، يقول كي ندي الحكم في الجزائر نروح لتونس نروح حتى لكازاكستان نروح إلى كل البلدان، أسكو الجيش هذا يستنى حتى وين تديه باش يولي كاميكاز؟ المدني هذا اللي بغيتو يولي مدني، الجيش المحترف تحت رحمة المدني، هكذا كتبت هنا. كيف أنت تحت رحمة المدني وتديه تشينجو بارك أم بباردو؟ هضرنا على هذاك يا أستاذ منيكشي على لي ستاتيستيك، هضرت على المعلومات لي دوني كيف تستخرجيتو، باسكو لو بروغرام تاعك سي على باز دي دوني، واش عندي لي ستاتيستيك لي دوني لي زانفورماسيون في البلاد، ولكن لازم ما نكونوش دي بيسيميست، لازم نكونوا متفائلين اخويا. اعطينا، لان هناك مشاكل مثلا تقول على كورونا، الدولة الجزائرية قالت المستشفى اللي فيه كورونا العمال هذوك نزيدوا لهم 3 مليون تاع لابريم. شوف شوف صارت مام هنا في امريكا، اي مستشفى اللي فيه كورونا العمال هذوك اللي يخدموا في كورونا نزيدوا لهم من بريم تاع 3 مليون مثلا. شفت كي تكون مثلا هذه سي كوربسيون انديريكت، كي نتايا مثلا تكون طبيب يجيك واحد مثلا مرض اي حاجه واحده اخرى تكتبتو نتايا باللي مرض كورونا، ولات اي واحد يجي للسبيطار هذاك عنده ضرستو مشكله في الضرسه تاعو انت تكتبو كورونا، علاه؟ باش تبعث هذيك لي بي في هذوك يروحوا لوزاره الصحه، وزاره الصحه تبعث دراهم لهذوك لي الزافيرمي وهذوك لي لي بول لي دكتور. على هذا الانفورماسيون اللي تخرج من هذاك الطبيب هذاك وهذاك السبيطار هذاك توصل ناسيونال، نكتبوا مثلا 600 واحد اللي عندهم كورونا اليوم. شفت وين راه المشكله؟ ما هنا في امريكا دي كلينيك ولا هنا شفت يعني لا تكنولوجي تو، وكاين لي دوني وين الانسان، لان دي كلينيك بريفي ما ديكلاريو باللي عندهم دي كورونا هي ما كان والو، لان لي كلينيك اللي عندهم كورونا يبعثوا لهم اون سوبفونسيون تاع ليطا، اما ديكلاريو هنايا دي كلينيك باللي عندهم كورونا وناس تاع كورونا، ولا يعطيو دي تيست تاع كورونا مثلا هو دار 200 يقول دار 300. اي بارتو كاين هذه. اوكي نقدروا نهضروا على هذه حريه التعبير، اوكي، لان انت عندك مخ تاع لا نازا، انت عندك مخ تاع لي دكتور في ماريكان، ما راكش تسب. اوكي كي دير حريه التعبير وتلقى دي مناشير وهذا يطيح لهذا، هذا يسب لهذا، هذا يهضر يقول لك اشياء غريبه على بلادك، هاي لك المشكله وين ما كاش حريه التعبير. الدوله كي تشوف واحد يهضر باسكو انت راك باحترام عم بالك باللي كاع الناس اللي يهضروا في الفيسبوك ولا اللي عندهم دي جورنو هذوك دي سميتو جورنال ديجيتال، اللي عندهم ديجيتال ولا اللي عندهم دي تي في هذاك ويب تي في، لسوء الحظ ما عندهمش هذه حرية التعبير، يسبلو يما يطيح لويتو. على هذا عندنا مشكلة، انت اليوم درت مثلا البانل هذا في 3 دي بروفيسور طلعتو النيفو، عم بالكم باللي كاع الناس يهضروا هكذا؟ اي دونك كاين شي ناس مثلا داروا اشياء ماشي مليحه، كي نهضروا حنايا مثلا اطلاق صراح المعتقلين يدو اي لازم ندرسوا كباركا، لان لازم نعلموا للناس تاع الحراك باللي ما تتصادمش مع قوات الامن، لازم نعلموا باللي هناك السيستم كيفاه دير الانتفاضه، ولكن هذو اللي دخلوا للسجن او عندنا رشاد او عندنا هادو مدى بيهم يتصادم واحد مع
مع القوات الامن، او عندنا دي جون مستناو فيهم يديروهم دي دوسي، غدوه الا كان راح لونجلتير ولا لسويسرا يعطيو له اللجوء، يقول له اصدم ثماش بعثني لي فوتو انت تكسرت ضربوك بلا بار ولا اي حاجه. عندنا مشكله هذه، الاناس هنا في امريكا كي يديروا تصادمات تشوف مع لا بوليسيتو ما كاش الواحد اللي يلعب بلي سونتيمون تاعهم، يقول له اصدم مع لا بوليس جيبني باش تاع ريفوجيتو. هذا هو الاختلاف اللي عندنا حنايا، الناس كي تتصادم مع لا بوليس في البلاد ماذا بيها يشلح بابا هذاك البوليسي، يشد له تصاور ويجمعوا له دراهم، يضرب 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 مع لومباساد يجيب الفيزا راه طالع على سويس، يديروا له اللجوء او لاباس عليه. اي كيفاه هذوك الناس اللي راهم في البلاد ما فهميش كيفاه على رانا عندنا تصادم على بوليس المشاكل. ممكن تلقى واحد ضرب لها كيارو تاع لا دوغ، واحد مسكين عيان، واحد ما او كاينين ماشي كاع 20 مليون تصادموا مع لا بوليس، لا واحد زوج ثلاثة أربعة في كل العالم من الجزائر. أوكي، هضرنا على لا ليبرتي انديفيدويال، لا ليبرتي كوليكتيف. المهم حنا في الجزائر الناس ما تفهمش باللي هناك المجتمع، هذوك الايديولوجيات الموجودة في الحراك لازم تجتمع على برنامج موحد، لازم تفهم هذه. الى تروحوا كاع عندي مثلا 60 ايديولوجية والحكومة مثلا، ولا تروح مثلا سانديكا او عندك 60 مطلب، الحكومة تقول لك اليوم ندير لك 15 مطلب، يولي للدار ودرت ديجا حاجة. الحراك هذا اول مرة بوتفليقة، ثاني مرة العهد الخامسة، العهد الرابعة، العصابة، طف طف طف. ما لازمش دائما نجيبو مذكرة جديدة ونجيبو لائحة جديدة، لازم هذا الحراك اللي بدا عنده لائحة، لازم اللائحة هذيك تقعد ثاني، ومن بعد كل دو تروا موا الدولة دير لك حاجة، ما دير لكش كلش على واحد زوج ثلاثة أربعة. لازم الإنسان يقول لك باللي هذا الحراك ويجيب، بس حنا واش نشوفو؟ لا عطيت لك اللائحة تاع 60 مطلب، لازم 60 مطلب ولا نكسر لك البلاد. مازال ما عندناش هذا التوافق على حل موحد. تقول انت يا مثلا عطيت ان اكزومبل هنايا سي هواري العدي، قلت مثلا باش يكون توافق بين الناس، اليوم هو ياخذ 51 وانا ناخذ 49%، غدوه من داك نعاودوا لي زيليكسيون انا ناخذ 52% هو ياخذ 48%، شغل تناوب في الحكم. قالوا كان دولك الإسلامويين الحكم، ما تعرفش وشنو الديمقراطية في الجزائر. خلاص قال لك ندخل للحكم في التسعينات ما نزيدش نعاود ندير الانتخابات. دونك هذا القضية اللي تقول اليوم عليا وغدوة عليه باش يكون تناوب شكون يحكم. لو كان حكموا هذوك الأناس ولا يخليوهم يحكموا يقعروا لك البلاد. الاستاذ الالماس عاود نفس الشيء، قلت على مشروع اجماع. اوكي، امبوسيبل مشروع اجماع هذا في الوقت الحالي، لان الايديولوجيات الموجوده في الجزائر متصله بعقائد معينه خارج البلاد. دونك الجيش هذا ولا السيستم هذا اللي حاكم او خايف من اي حاجه، كما مثلا الجسم تاعك اي حاجه الفيروس يدخل مضر للجسم تاعك. دونك اي حاجه تجي كجسم غريب للكور تاعك، دونك دائما هذاك السيستم يقاوم. دونك لازم نفهمو باللي الايديولوجيات هذه الموجوده في الحراك، اسكو هي ايديولوجيات جزائريه؟ اسكو هما راهم يجرون على المواطنه الجزائريه؟ اسكو راهم يجرون على مصلحات الجزائر فقط؟ ايه، تلقى مسكين ما عندوش واش ياكل في الدار، دخل معاه رشاد باش فقط يصدم، يكون عنده ان فالور هكذا في المجتمع تاعو لسوء الحظ، طاح معاه
أناس اللي ساندوا الإرهاب العالمي، هو ما على بالوش ولا على باله، المهم يخرج من القوقعة هذيك تاعو، ملقاش وين يروح، لصقف هذوك الناس، وهما ثاني يستغلوا الفرصة، لأن هذوك الناس يروحوا يستعطفوا مع أناس يجبدوهم. هذه الإيديولوجية ماشي إيديولوجية جزائرية، سافو دير لارمي لازم تتصدى لهذوك الناس ديريكتومون ولا انديريكتومون. الخوف هذا تاع السيستم لازم يكون عنده تفسير معين. زود شوية تاع لا كونفيرونس ما قلتوش على لماذا النظام هذا تشبث، لماذا النظام هذا عنده تصادمات كيما هاك. علاه؟ اسكو فهمتوا للشعب الجزائري باللي بعد مرور الاستقلال حتى يومنا هذا وعندنا اعداء، على هذا ما بغاش يطلق. مرة اخرى ضرورة تغيير النظام. ايه قلت انت يا استاذ الالماس، راك انت اللي قلت لها المبادرات الموجودة في الحراك تغط عليها الأنانية، هذا ما كان حتى واحد هضر عليها، انت اللي قلت باللي المبادرات الموجودة داخل الحراك هي مبادرة تغط عليها الأنانية. هضرت عليها في الفيديو الأخرى. حقيقة كي يشوف واحد باللي ما يقدرش يدخل مع هذوك الناس، ولا يكون هو الرئيس، ولا يكون هو المسؤول الثاني، يقول انا ما نبارتيسيبيش، يخرج. دونك الانانيه هذه تساوي الانديفيدواليتي، يعني الشخصيه ما يشوفش شنو كاين للمجتمع كاكمله، يقول لك اليوم انا نسمح في حقي للجزائر. لا لا، راك تهضر على الأحزاب مرفوضة. شوف انت تقول هذه الأحزاب مرفوضة في الحراك، ياي هذه الأحزاب مرفوضة في الحراك، شغل انت راك تهضر باسم الحراك، اوكي. ومن بعد تقول لازم نديبا، لازم هناك مبادرة نديبا، ما سي ندخلوا الأناس تاع الموالاة تو. ما فهمتش انايا، إذا كنت مسؤول على الحراك ولا مفوض من الحراك وتقول بلي هذا الاحزاب هذو، هذو الاحزاب هذو اللي مثلا نيراندي في السجن، سميتو ويحيى في السجن، سلال في السجن، هذا في السجن نيتو، قلت الاحزاب هذو باسكو لا ديسيزيون هذيك اللي رانا نهضروا مثلا في اليوتيوب بلي تنحى هذوك البارتي ولا، لازم تكون قرار ذكي. ما لازمش نقول مثلا نروحوا نحطوا الوافانا في المتحف مع اللي رانديتو ب فقط هكذا باللي سون ديسيزيون درناها بخمسة بيناتنا. لازم الإنسان يفهم باللي ديسكوتيت مع هذاك الإنسان، ومن بعد كي ديسكوتي معاه هذاك شغله واش يدير في حياته، اسكي يولي للمتحف ولا لا. لا، لأن نتايا كهو كجزائري يقول انا نسالف الجزائر هذه، ومن بعد انت من الحراك تقول له يا نديسكوتيو ديبا، بغيتو ديرو ديبا بصح بغيتو تقسيو احزاب معينه، وشنو الديبا هذا؟ دونك ما من الاستاذ من يكشي هضرت على المبادرات، بصح اون جينيرال هو الالماس دخل في المبادرات على باله لماذا هضر على مبادرات معينه. اوكي دونك الاستاذ الهواري العدي قلت الحراك لازم يستعمريتو. انا مثلا نشوف باللي الا بغيتو ديروا حاجه كان الحراك ولا ما كاش الحراك، ما يزيد ما ينقص. اوكي لازم تشوفوا باللي الحراك هذا، الحراك هذا مندسين، هناك اناس مندسين داخل الحراك، لان مادا بيهم تتقلب البلاد، ولا مادا بيهم يكون الجيش تاعنا والقوات القوات بمختلف أطيافها فوكس، يعني تكون مشتغلة بمشكل هكذا، مشاكل تفاهية، لأن الجيش تاعنا عنده مهمة اليوم، القوات تاعنا عندها مهمة، عندنا أعداء ما
ما لازمش هادو للسيكتور تاع مثلا لارمي لا بوليس لا جوندارموري البي واسمو البي ار اي كل هذه والمخابرات تو يحطوا الانرجي تاعهم في اشياء تافهه. عندنا اليوم عدو لازم هادو كاع لي فورس هادو يتلاقاو باش يبنيو دوله معينه باش يتصدوا العدو الخارجي. واش راهم يديروا رشاد؟ يخلقوا له هكذا مشاكل ان بو بارتو، الحرائق، البلوعات، الفيضانات تيتو، باش هو يتلهم بمشاكل غير طبيعيه. دونك يعني قلت حاجه مثلا وليت يعني زوج شوايع و 15 دقيقه، 15 دقيقه الاخرين هما اهم من زوج شوايع هذوك، لان هدرت على المشكل الحقيقي. لماذا السلطه بغات تقعد كيما راهي؟ الخوف، كاين الخوف بور لو شونجمون. يا الاستاذ مليكشي قلت بلي ما لازمش تخاف الشونجمون. اي بصح بهذو اللي هضرنا، بهذو اللي هضرنا راكم تخوفوا، راكم ديروا لا بوبليسيتي في العالم، عندكم دي بلاطو ان بو بارتو راكم تهضروا ايتو. بيان سور تخوفوا النظام، لان انتم دي دكتور دي طاي يسمعوا لكم في العالم ايتو، تعرفوا تهضروا، ما راكمش تسبوا ايتو. كي تقولوا مثلا الريجيم ما عندوش قيمه، لو بريزيدو ما عندوش قيمه، لارميتو، واش راكم ديروا؟ راكم ديروا لا بوبليسيتي بلي هذا البلاد هذا فاشل، والناس هذو اللي يسبوا يديروا بالطريقه تاعهم بلي هذا البلاد فاشل فلاكوش هذيك الطبقه الكادحه. انتم راكم ديروا باسلوب علمي بلي هذا البلاد فاشل، سي طري دونجور. لان نقولوا هذوك الناس الفارشه مثلا نيتو ما يسمعوا لهمش في الخارج، بصح اليوم دي دكتور دي طاج تجتمعوا قال لك هذا البلاد فاشل، لا ليجيتيميتي ما كاش، هذا ما كاش، واش راكم ديروا؟ اولا راكم تهربوا المستثمرين، ثانيا راكم تجيبونا العدو، وانتم اللي راكم تجيبونا العدو. ثالثا لوروب تقول لك مثلا حنايا قبل ما تيكسبلوزي لالجيري باش يصدمونا كاع لي زافريكا حنايا ندخلو نقعدو تما. ايه بلد فاشل، وشنو بلد فاشل يدخلوا لك؟ ايه اتونسيون، لازم نتوما اللي قريتو زعمايتو اتونسيون واش راكم تهضروا في العالم. لان كيما قلت الفرشه هذوك صغاريتو ما على بالهمش بالك، هم يستعملوا فيهم. بصح دي دكتور ديتا اللي راهم يهضروا كلش فاشل، كلش ما لي فالسيفي لي دوني، صافي واش رانا نبعثوا لي دوني لي ناسيون جوني لونيسيف لونيسكو كاع هذوك كاع لي دوني اللي رانا نديرو صافي غالطين. يقول لك مثلا لي زومباساد عندنا 190 بلد، رانا نعطيو لهم دي دوني تاع تاع انتربول تاع افريبول تاع رانا نديرو معاهم، نعطيو لهم دي ستاتستيك يعطيونا دي ستاتستيك. ايماجين اليوم يا سي مليكشي واش قلت انت يا كاع لي دوني، قلت بلي المعلومات فالسيفيين، لي زومباساد هادو كاع يقول لك عطاونا لي روبور فالسيفيتو، يكذبوا علينا، ان دكتور ديتا قالنا هكذا. هايلك وين راه الدونجي؟ لان حنايا رانا نتبادلوا بيانات، رانا نتبادلوا معلومات، هذا لي تيروريست شحال النمبر تاعهم، هذا السلاح هذا وسمد، ممسي رانا اعداء مع بلدان بصح رانا نتبادلوا معلومات، نعطيو لهم معلومات حقيقيه، عطيونا معلومات حقيقيه، نعاونوا الاقتصاد تاعنا، نعاون لا سيكوريتي تاعنا، الامن القومي تو لا سيكوريتي تاع البلاد، لا سيكوريتي تاع العالم، منظمه الصحه نعطيو لها دي نيميرو، يعطيونا دي نيميرو، رانا داخلين معاهم، عندنا دي زيكسبير، رانا نخلصو هما يخلصونا. مثلا الاقتصاد تاعنا باش يعاونونا حنا، نعطيو لا بنك مونديال دي دوني اكزاكت، هما يعاونونا. هايلي كيفاه لا فاميل كلش ماشي بلي ستاتيستيك. صافي انت اللي قلت هكذا الناس بالك ما تفهمش وراه المشكل، ولكن اون جينيرال هينك هو
لومباسا تاع امريكا يقول كان هيك على الدوني اللي عطيتني صافي سي فالسي فيه. وانا عطيت لك لان مثلا نقولوا باللي الجامعات الامريكيه يتو يقدموا كاع يجمعوا كاع لي دوني يعطيو لهم دي زانستيتوي تو معاهد يوصلوا لا سي اي الاف بي اي تو كان شركات يجمعوا معلومات تو معلومات هذه دي فوا يعاونونا بهم. هو يدير كاع هذا الملاير بليونز تو ومن بعد نهضر على المعلومات اللي علاه على حنايا الالجيري ما راناش عندنا الرقمنه والاحصائيات الحقيقيه وعلاه امريكانا وعندهم هكذا المعلومات تو شكون هو يبدل المعلومات شكون يترونسفير المعلومات. الجامعات مثلا بريفي راهي تجمع معلومات راهي تبيعها تبيعها للدول. ايه تهلاو في رواحتكم. هاي لك الورقة 18 هذه الورقة 19 تهلاو في رواحتكم. هذا مكان يا أستاذ الألماس قلت لازم الدولة الجزائرية تستعمل المشروع العلمي ماشي علماني ماشي إسلامي ماشي يروح أنت قنع الإسلامويين قنع باللي عندهم عندهم لي سانديكا أمي يزيروا على الأساتذة يزيروا على المدارس يزيروا على كلش قنعهم باللي أنت لازم الفيزياء لي مات لا شيمي تو باش تقري دي زونفون يكبروا تو باش يوليو دي كادر تاع ليطا يروح قنعهم قول لهم باللي ما لازمش حنايا نحطوا في اولادنا اشياء ما لازمش نقريها اليوم نقريها في المستقبل واللي يقريها في مدارس خاصه الاسلام اللغه تو نديرها مدارس خاصه. انت كاب بغيت تدي الابن تاعك الى المدارس هذو اللهم بارك بصح الدوله توفر لك لي مات لا سيونس لا فيزيك باش نوصلوا الى قمه تاع رانا نهضروا على الفضاء على الاقتصاد على باش نبنيو لا سوسيتي اي لي كيف نبنيو بمشروع علمي ما تدخلنيش اشياء خياليه باش انايا واحد هكذا 5 سنين في عمره قالت له من تحب شكون اللي تحب الاول هو قالها امي هذه قالت له لا لا لازم تحب الله قبل الام بصح هو كطفل صغير شكون اللي يعرف اولا يعرف باللي الام يحب الام تاعو والله عز وجل قال لك الجنه تحت اقدم الامهات صافي تحب الام تاعك توصل الى الله هذا هو المشكله. تهلاو في رواحتكم الله يجيب الخير. قصرنا شويه بصح يا كافي بوليتيك لي زانفيتي تاوعك كاع راهم كاع للحراك راهم كاع ضد السيستم راهم كاع عندهم ايديولوجيه معينه مادابيا نشوف تجيبوا اناس باش تحلوا الديبا بور تو الموند. مع السلامه.